امبارح وزير العدل اعلن النماذج الخاصه اللي هتكون موجوده في الشهر العقاري لتسجيل الوحدات السكنيه، وده بعد ما هيتم اعتماد اللائحه التنفيذيه لتعديلات قانون الشهر العقاري اللي صدق عليه سياده الرئيس في 9 مارس اللي فات. التعديلات دي بتهدف الى انهاء ازمه التسجيل العقاري وتشجيع المواطنين على اتخاذ اجراءات الشهر والعقاري وتحقيق الحمايه القانونيه للملكيه العقاريه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن خطوات التسجيل وفقا للتعديلات الجديده من الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحه الشهر العقاري. يا دكتور جمال صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد بيه، صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير يا مصر. يا اهلا بسيادتك، عايزين نعرف في البدايه ابرز التعديلات اللي بيشملها القانون. شوف يا فندم، القانون ولد سنه 46، القانون الشهر العقاري 114 ولد عام 46. في عام 2022 اكتمل بناؤه واكتمل شبابه، واصبح اليوم القانون 114 أزال جميع العقبات والمشكلات التي كانت تقابل جميع السادة المواطنين في التسجيل. تم صدور القانون 9/2022 اللي بناء عليه معالي الوزير قرر سيادته عمل نماذج. يعني ايه عمل نماذج يا فندم؟ حصرنا جميع الحالات اللي ممكن المواطن تنطبق عليه حالته. طلع كام؟ 16 نموذج ب16 حالة. تمام، كل مواطن سوف يحصل على نموذج، هذا النموذج طبقا لاحكام القانون الجديد 9/22 موضح فيه المستندات المطلوبه والرسوم المطلوبه. كل حاله لها مستندات، كل حاله لها رسوم مستقله. يبقى هنا المواطن هيتحصل على النموذج، هيقدم كامل المستندات المطلوبه منه في النموذج وفقا للحاله بتاعته، هيتم تقديم هذه الاوراق. يبقى المواطن مش هيجي في الشهر العقاري الا مرتين، مره لما يقدم مستنداته بالكامل، ومره لما يجي يمضي على العقد النهائي بالكامل. يبقى انا عندي مرحلتين المواطن هيقدم فيها الحضور للشهر العقاري. تيسيرات غير عاديه وتيسيرات غير مسبوقه لاجراءات التسجيل. طيب الناس بقى اللي معاها حكم صحه ونفاذ هيتصرفوا ازاي وهيعملوا ايه؟ شوف يا فندم، للنماذج في النماذج وضعنا نموذجين للاحكام، احكام صحه ونفاذ وصحه وتثبيت الملكيه لها طريق نموذج، واحكام اصل منتهيه صلح لها نموذج. تمام. كل من لديه حكم سوف يتقدم طبقا للنموذج المعد لذلك، ويتم نقل ملكيه جميع الاحكام. جميع الاحكام هيقتصر دور الشهر العقاري فيها دون بحث الملكيه، فيما عدا الاحكام التي تنتهي صلح فيتم بحث فيها الملكيه، انما جميع الاحكام سوف يتم تسجيلها. جميع الحلقات العرفيه مش هنتطلب توقيع البائع، يعني كل مواطن لدي عقد بيع ابتدائي او لدي توكيل او ما عندوش توكيل، كل هذه المشاكل تم القضاء عليها حتى نقضي على عمليه عزوف الساده المواطنين عن اجراءات التسجيل. وبرضه اللي معاه حكم صحه توقيع. حكم صحه توقيع هيكون له نموذج، بس مش هيبقى الحكم صحه توقيع هو اللي بيتسجل، تسجيل حاله واقعيه اسمها حاله نموذج رقم واحد، نموذج حاله واقعيه. شوف يا فندم، خلينا نوضح مع حضرتك نقطه مهمه جدا للساده المشاهدين الكراء. هذا القانون وهذا التعديل كان القصد منه حاجة واحدة بس، تحويل جميع العقارات من عقارات غير مسجلة إلى عقارات مسجلة. عظيم. يعني هي فندم جميع العقارات في جمهورية مصر العربية شملها هذا التعديل. كل نوع من أنواع التعاملات وضعنا له نموذج ميسر لنقل الملكية. يعني من لديه عقد مسجل هينقل ملكية، من لديه حكم هيسجل، من لديه حكم صحه توقيع وحيازه هيسجل، من لم يستطيع البائع ان هو يوقع له او مش عارف يتحصل عن البائع ولديه حيازه هيسجل. يبقى جميع هذه النماذج وضعت خصيصا لنقل ملكيه جميع العقارات في جمهوريه مصر العربيه بطريقه سهله وميسوره في خلال زمن 37 يوم حد اقصى للتسجيل. عظيم. طيب لو ما سجلتش هيحصل ايه للعقار بتاعي؟ مفيش مشكله يا فندم، الشعار اللي وضعه وزاره العدل اللي كان سعادتك المؤتمر بتاع امبارح
كان قائم على حاجة واحدة بس يا فندم، ايه هي يا فندم؟ التسجيل من مصلحتك. التسجيل من مصلحة المواطن، التسجيل. اللي هي ايه يا فندم برضه مصلحة المواطن؟ التسجيل من ضمانات للسيد المواطن أفضل بكثير بكثير من عدم تسجيل وحدته العقارية. اللي هي ايه برضه يا فندم عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ المواطن هيستفيد ايه لما يسجل العقار؟ نعم؟ المواطن هيستفيد ايه لما يقوم بتسجيل العقار عشان نوضح برضه للسادة المشاهدين؟ أنا عندي التسجيل له فوائد بالنسبة للأفراد مهمة جدا جدا تتمثل فيه. أول حاجة تأمين الملكية العقارية، يبقى كل مواطن لديه ملكية عقارية مسجلة فهي في أمان ومؤمنة. زيادة القيمة العقار، القيمة السوقية للعقار بمجرد التسجيل ترتفع القيمة السوقية، حيث أن العقار هو أكبر وعاء ادخاري للمواطن، لأن دلوقتي المواطن ثروته في العقار أو في الوحدة اللي مقام فيها، فتسجيله هيؤدي إلى زيادة قيمتها، هيأمن الملكية العقارية بالنسبة للمواطن. عظيم. بالنسبة للمجتمع طبعا ضمانة التسجيل مهم جدا جدا، استقرار المعاملات لما يبقى كل مواطن في وحدة مستقرة، كل مواطن عقاره مسجل هيؤدي إليه استقرار المعاملات، هينهي حالات الشيوع ما بين الأفراد، كل واحد عارف عقاره، عارف شقته، عارف وحدته، هيؤدي إلى في النهاية إيه؟ تبسيط تداول العقارات، ما دام العقار مسجل أو الوحدة مسجلة هيؤدي إليه تبسيط تداول هذا العقار عن طريق البيع والشراء، يبقى كل العقارات مسجلة هتسهل عملية التداول. طيب. مشروع قانون، هذا المشروع القانون اهتمت به الدولة، ويعد هذا المشروع من المشاريع القومية التي تمت رعايتها تحت مظلة القيادة السياسية. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يشرف على هذا المشروع. لدينا معالي القاضي الجليل، معالي الوزير عمر بن مروان وزير العدل، وهو يعد الفريد من نوعه والمسؤول الأول عن نقل الملكية العقارية في جمهورية مصر العربية، وضع ضمانات غير عادية في نقل الملكية العقارية، بل شدد سيادته على أمرين مهمين. الأمر الأول أن مصلحة الشهر العقاري هي المسؤولة عن الملكية، فتحافظ على ملكية جميع العقارات المسجلة. يبقى ما احنا ما نخشاش، او السادة المواطنين ما يخشوش من هذه التيسيرات اللي قدمها القانون. احنا هنحافظ على جميع الملكيات المسجلة، والملكيات الغير مسجلة هنحافظ على نقل هذه الملكيات الغير مسجلة. يبقى انا عندي طريقين، الطريق الاولاني ملكية مسجلة هحافظ عليها، ملكية غير مسجلة هساعد على نقل هذه الملكية لتحويلها الى ملكية مسجلة استعدادا لتطبيق قانون الرقم القومي للعقارات التي تهدف اليه القيادة السياسية في خطة الدولة المستدامة 2030. طب دكتور جمال، خلينا نشجع الناس كده ونخليهم كلهم يقبلوا وتبقى كل الحالات اللي معانا مسجله، الحد الادنى اللي هيدفع كام والحد الاقصى هيدفع كام؟ كل نموذج اتوضع له شريحه من الرسوم اللي هي بتتناسب، بشرط حد اقصى لاعلى شريحه رسوم شامله نقل الملكيه ومصاريف اداريه واوراق ومستندات وانتقالات ومعاينات ونشر جرايد 3900 جنيه، دي اعلى شريحه. بدانا من اول 500 جنيه، انتهينا في اصعب حاله من حالات التسجيل اللي هي حلقات غير مسجله، هتطلب النشر، هتطلب المعاينه، هتطلب عمل محاضر التحيه بالطبيعه، التواصل مع كافه الجهات للحصول. اصبح دور الشهر العقاري هنا دوره يتلقى الاوراق، وهو اللي بيقوم بعمليه الاستعلام من الجهات وتدقيق الاوراق والمستندات من الجهات. حد اقصى بدأ انتهى عند 3900 جنيه. أيا كان مكان الوحدة أو مكان العقار. أيا كان مكان الوحدة، أيا كان مكان العقار. أيا كان سعره. أيا كان سعره، أيا كان مسطحه، أيا كان سعره، أيا كان مسطحه. وإحنا بنأكد في تحديدا في النقطة دي ليه؟ عشان إحنا كنا سمعنا الفترة اللي فاتت أرقام مبالغ فيها، بدأت الناس تتكلم تقول إيه؟ أنت عشان تسجل وحدتك في 50,000. بقول لحضرتك يعني شفنا بعض الكلمات، ولكن كل نموذج كل نموذج انا اتمنى ان انا اطلع مع حضراتكم بعد اعتماد اللائحه التنفيذيه. طبعا نتشرف طبعا ونطلع ونشرح نموذج نموذج، ال 16 نموذج ب 16 حاله سوف يرى المواطن
كل حالة يجب أن تنطبق عليه أنه يبادر بإجراءات التسجيل في القريب العاجل. كل الشكر لحضرتك دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا جزيلا ليك يا فندم.